فاطمة الله يرضى عليك، أولا الوزارة جزاهم الله خير يعني خيروا الناس اللي يحب أنه يدرس عيال عن بعد يدرسهم عن بعد ما عنده مشكلة، واللي يدرس عيال يجيب اللي يحب يجيب عياله للمدرسة يجيبهم. الحمد لله المدارس الآن عندها من الاحترازات الوقائية ومن الصيانة للطلاب الشيء ولله الحمد اللي يمثل فخر للوزارة وفخر للدولة جزاهم الله خير. المسألة عادية يعني أنت الآن لما تودينهم الحمد لله بأيدي أمينة سيذهب الطفل هناك وسيراعى وينتبه له، لكن اللي بيقوله تقوله المعلمة هناك نفس الشيء منقول في البيت، اللي بتقوله المعلمة أو المعلم في المدرسة الشاشة نفسها ما يتغير شكل المدرس وكلامه وكذا كله هناك. فلذلك أنت بالخيار، قضية والله إذا أصيبت أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كثير من الناس الأيام هذه ماتوا موت طبيعية، لا كورونا ولا حوادث، ناس في 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 عنفوان شبابهم فجأة كذا الأسابيع الماضية فجأة سبحان الله في العشرينات مات، ما كورونا لا، في قلب، في أمراض خطيرة أبدا. فقضية والله أنت الآن ما دام بذلت الوسائل ما فيها شيء ولله الحمد من ولا تأثمين، وبعدين تفاءلي خير، لا يعني يكون عندك دائما حس التشاؤم، لا غلب التفاؤل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل، والبلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. بعض الناس الآن دائما عنده سبحان الله العظيم هذه الـ يعني النفسية الشخصية السلبية، شخصية متشائمة، دائما يقول أخاف كذا أخاف. لا، البلاء موكل بالمنطق، لا تتكلمين وقولي أبدا، تفائلي ما دام الحمد لله باذلين الأسباب الشرعية والطبيعية ما عليك شيء ولله الحمد. لو وديتيها ما عليك شيء يا أم يا أختي فاطمة.